ازيكم في الاول؟ احنا النهارده جايين نتكلم عن الناس اللي بترفع اوزان واوزانها بتقع. بص هنتكلم في موضوع بسيط شويه. هنعمل حاجه جميله. بص انت هتتمرن زي ما بتتمرن عادي خالص بنفس كل برنامجك بنفس كل حاجه، تمام؟ كل اللي هتعمله هتعمل ايه؟ بص هندخل اربع تشكيلات معانا في كل تمارين. البنش هناخد بنش مستوي، الكتف هناخد شولدر امامي، الرجل هناخد سكوات، في الظهر هناخد الديد ليفت اللي هي الرفعه اللي كله عارفها رفع المميت، تمام؟ طب نعمل ازاي البرنامج ده عشان اقدر ارفع من اوزاني؟ بص كل اللي هنعمله اوزانك كلها هتبدا تزيد معاك بس من بعد شهر من النظام اللي انا هقول لك عليه. طيب هنعمل ايه؟ بص هتخش اول حاجه هتسخن كويس قوي، ولنفرض النهارده عندنا يوم البنش، هتسخن كويس قوي 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 قوي، تمام؟ بعد ما هنسخن هنروح على جهاز البنش المستوي وهنلعب عده واحده بس باكبر اكبر اكبر وزن اقدر اجيبه، لان ولنفرض انا بلعب ب 20 بنش مستوي، تمام؟ هنعمل ايه؟ هجيب وزن انا ما اقدرش العب بيه، هزود كمان 20 الضعف مثلا او هزود 10، هزود وزن كبير بالنسبه لي وهجيب بيه عده واحده بس، هي عده واحده، تمام؟ هنمشي بالنظام ده لمده 3 اسابيع. يبقى يوم البنش هدخل البار المستوي، يوم الكتف هدخل الشولدر، يوم الظهر هدخل الديد ليفت، ويوم الرجل هدخل السكوات، تمام؟ لو حد برضه مش فاهم حاجه في البرنامج هيكلمني في الكومنتات هشرح له اكتر، تمام؟ او اهم حاجه بس قبل ما تخش في البرنامج، كل المطلوب منك انك هتسخن كويس قوي عشان انت تخش ترفع وزن كبير بالنسبه لك هتجيب بيه عده واحده بالعافيه، مش هتجيب عده تاني، اخرك هتجيب عده واحده. عشان تخش تعمل الموضوع ده هيبقى صعب، ممكن يجيلك اصابه، وانت كل المطلوب منك انك هتسخن كويس قوي قوي علشان تقدر ايه ما يجيلكش اي اصابه، تمام؟ طب بعد 3 اسابيع هنعمل ايه؟ بعد 3 اسابيع من البرنامج ده كل يوم بدخل بعمل نفس الموضوع، ببدا التمرين بتاعي بسخن كويس وبرفع العده الواحده، وبعد كده بكمل تمرين عادي خالص ما بشغلش بالي، تمرينك الثابت ما بيتغيرش، تمام؟ بعد 3 اسابيع بالظبط هبدا ان انا هريح اسبوع كامل، مش هعمل الحوار ده، هتمرن تمرين عادي خالص، مش هدخل التمرين دي خالص. بعد الاسبوع ده هيبدا معاك بقى ان اوزانك هتبدا تزيد، اوزانك هتلاقي بعد الاسبوع ده هتبدا تزيد. We'll be right back.